مساء النور ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من سهرة نغنيوها مغربية، وشكرا لأوفياء هذا الموعد داخل وخارج المغرب. احنا كذلك أوفياء لوعدنا لكم العودة للجذور والعودة للأصول، حديث كله نوستالجيا وحنين وأغاني من صميم التربة المغربية المعطاءة. في البداية غادي نذكروا فنانة رحلات في قمة العطاء، خلات صيت جميل في الأغنية المغربية الراحلة ماجدة عبد الوهاب، أغنية حتى فات الفوت من كلمات علي الحداني وألحان عبد القادر وهبي بصوت الفنانة حياة الإدريسي. والاخضر ماشي مزيان، والاخضر
فات الفوت عاد سولني كيف بقيت وحده من اجمل الاغاني اللي قدمتها الراحله ماجده عبد الوهاب. استمتعنا بها هذه الليله بصوت الفنانه حياه الادريسي. مساء النور، سعداء باستقبالك فنغنيوها مغربيه. الحياه اغنيه حتى فات الفوت كتذكرنا بالعصر الذهبي للاغنيه المغربيه وبالراحله ماجده عبد الوهاب. نعم. شنو ممكن تقول لنا عليها؟ شوف، مادمنا كنغنيوها في 2015 والا كانت اغنيه صادقه من ناحيه الشعر ولا اللحن ولا الاداء، ورحم الله الجميع. وطبعا الاغنيه المغربيه لازالت بخير صافي تجيح الحمد لله. طيب هذه الاغنيه الا بغينا نرجعوا يعني حكايتها، هي من كلمات علي الحداني ومن الحان عبد القادر وهبي، وكانت في الاول يعني موضوعه للبحه الاطلسيه نعيمه سميح، ومن بعد مشات لمجدة عبد الوهاب. اكيد كنحيوا الفنانه الكبيره نعيمه سميح. واش عنصر الحظ ضروري منه في مجال الغناء؟ طبعا اهم شيء الحظ كيساعد. كاين بزاف ديال الاصوات جميله جدا في العالم العربي، مثلا تنخشنا غير المغرب، المشكل ديالهم هو سوء الحظ. فالحظ كيلعب كثير في 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 طبعا في المجال طبعاً. وفي مجالات اخرى كتاكيد ياك في اي مجال اللي عنده كاين اللي عنده الزهر وكاين اللي ما عندوش ياك كل شنو كتب عليه الله. طيب لاله حياه غنبقاو ديما في الاصاله المغربيه، والان غادي نذكروا وحده من روائع الرائد عبد الصادق شقاره، نار القلب ديالي بصوت الفنان رشيد المريني.
نار القلب ديالي للرائد المتعدد المواهب عبد الصادق شقاره، اداها لنا بطريقته الفنان رشيد المريني. مساء النور سي رشيد، ومرحبا بك معنا في نغنيوها مغربيه. سي رشيد، الفنان عبد الصادق شقاره بالاضافه لتميزه فن الاله غنى الريبرتوار المغربي باغاني شعبيه كثيره واللي مازال عايشه معنا اليوم. في نظرك شنو هو سر نجاح هذه الاغاني؟ سر النجاح ديال هذا الفنان الكبير اللي خلى واحد ريبرتوار يعني في المستوى العالي، وباقي يعني جميع الفنانة، أنا نظر على راسي أنني يعني في الأعراس ديالي يعني واحد 50% ديال الأعراس كنغنيو الأغاني ديال شقارة، لأن مطلوبة ومحبوبة عند الجمهور الحبيب، والناس كيتمتعوا بها، والكلام الزوين والكلام المزون واللحن الزوين، واخا هي نغمة يعني شمالية ولكن عندها السر ديالها، وكيبغيوها جميع المناطق المغربية فين ما كنغنيو يعني الناس كتجاوب يطلبوها الناس. وي وي. طيب حياة إدريسي، كنشوفوا هكذا أمثلة للأغاني اللي عمرات 40 50 و60 سنة ومازال كاينة اليوم، وبالموازاة بعض المرات تنشوفوا يعني خصوصا في عصرنا هذا أغاني اللي ما كت المدة ديالها ولا حياتها ما كتفوتش السنة، علاش في نظرك؟ نعاود نرجع، الناس كان عندهم طموح، أولا الفنانين اللي كانوا كيشتغلوا ذاك الوقت كان عندهم طموح، كان عندهم مسؤولية، روح المسؤولية للشاعر ولا الملحن ولا حتى المطرب ولا حتى العازف، هادشي ما بقاش اليوم، اليوم تجارة شوية، عصر السرعة، عصر السرعة وتجارة، تجارة ولا تفارضة واحد شروط على الأغنية ما تعداش ثلاثة دقائق، واش أنت الملحن تيغني لحن مقيد، الشاعر تيكتب وتينقص الأبيات الشعرية، فهاد الأشياء تهي داخلة في ألور، فاش كتبدا تقول المبدع دير كذا وتتعطيه الأمر ما بقاش داكشي كيجيب الوحي ولا كيجيب الأمر، هذا هو اللي كيخلي الشيء يفقد الجمالية ديالو، والتلقائية تتفقد حتى هي، التلقائية، لأن الوحي شي حاجة كتجي مستوحاة من هذاك الشاعر أو من هذاك الملحن، فلما تيكون مأمور ومقيد بواحد الزمن معين كيولي غير تي هذا هو المشكل، ما تيعطي شيء كيف بغا في الأول. طيب غادي ناخذ الآن نموذج آخر، الأغاني عمرات نصف قرن أو أزيد من نصف قرن من نهاية الخمسينات، رائعة مساك مساك للفنان إبراهيم العالمي، غنسمعوا لها الآن بصوت الفنانة نضال إيبور.
سهرة رأس سنة على دوزة. هزي راسك يا نوم، عيني في عينك يا نوم، واللي بغى يموت. احتفال كبير بحضور ألمع النجوم المغاربة. أنا ماشي شغلي يا سيدي، خليني الحفلة ديروها واللي نرملوها. أغاني وإيقاعات بكل ألوان، وانت فرح وانت اشتح، من يوم الهم صافي بحت. سكتشات وفقرات فكاهية حصرية. سولوا قالوا لي شنو الفرق ما بين المسؤول والهلال؟ قال لي مع الأقل الهلال كيبان مرة في الشهر وكنراقبوه. دابا يجي يا الكويتة ودابا يجي سار، وعيسيني بكذوب كشي مرجع، حلفة ما انخرط نكمل السهرة. إيوا إيوا أيلي أيلي مال حبيبي مالو عليا، أيلي أيلي وشاب الراس، أيلي أيلي على والو، أيلي أيلي مكاين بس، أيلي أيلي يرد بالو. وديك النيتو تيها الناس نسينا سهرة رأس السنة فقط على دوزان. أغاني الرائع إبراهيم العالمي في من عمق تربة المغربية وفيها عطر الأصالة. شكرا لك نداء إيبورك على هذا الأداء المتميز. مرحبا بك معنا في نغنيوها مغربية. الله يبارك فيك نداء. شكرا. أنت كتابعي الآن دراستك بالولايات المتحدة الأمريكية، من بعد ما تختاريتي من وزارة الخارجية الأمريكية فبعتها للطلبة المتفوقين في العالم العربي. أولا تبارك الله عليك، وثانيا كيفاش تتعيشي الفن في الديار الأمريكية؟ أولا أنا كنبغي نشكر البرنامج على الاستضافة، وكنبغي نشكر هذا الجمهور الأكثر من رائع اللي معنا في الاستوديو، تبارك الله عليكم. وكنبغي ما ننساش نحييكم على الفكرة ديال البرنامج اللي كتعاود تحيي روائع الأغنية المغربية، فبالتوفيق لكم. تماما كما ذكرتي كنتابع الدراسات ديالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفاش يعني كنزاوج الموازات يعني مازال بين الفن والدراسة. فالدراسة كانت دائما أولوية بحكم أني بنت رجال التعليم، فالجدية والانضباط كان لازم يكون في الدراسة دائما، وقدرت نحصل على منحة ونكمل دراستي العليا. ودراستي خلتني نتميز في الفن ديالي، بحيث أنني أنا في أمريكا كان نعرف بالثقافة المغربية وكان عرف ببلادي، فدراستي تما خلتني نزيد نعرف بالفن المغربي وساعدتني باش نزيد ننتشر اكثر في امريكا. تبارك الله عليك نيدال. ذكر فقط انك بنت القناه الثانيه، بنت برنامج نجوم ونجوم ونجوم الغد للزميل عتيق بن شيقر، وتبارك الله عليك يعني متالقه سواء في الدراسه وفي الفن، وكنتمنى لك مسيرتين موفقتين ان شاء الله. غادي نبقاو الان مع لون اخر من الاغاني واغنيه للفنانه الحاجه الحمداويه، منين انا ومنين انت، صوت الفنانة زينب ياسر. انا نحسبك بتنوب
الحب الحب زاب عليك والقضمي زيد عمر مول واهفة واتجاني زيد زيد مول حمرية هاكي بي هاكي بي هاكي بي ايلي ايلي ياسر الصوت لكي أدي كل الألوان أدتنا أغنية جميلة للحجة الحمدوية شكرا لك زينب ياسر وتحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرقاني زينب معروف عليك أنك تأدي اللون الطربي لكن ما شاء الله من فتحة يعني على كل الألوان الغنائية علاش هذا الاختيار أولا مساء الخير ومساء الخير لهذا الجمهور العجيب والرائع لأكثر من رائع ومساء الخير للجمهور اللي كيشاهدنا أولا هو الإنسان كيأدي كما قلنا الأغاني الطربية أو الأغاني الخالدة وأنا كان أعتبر هذه الأغنية هذه من الأغاني الخالدة يعني أغنية مغربية بهذا الحجم تراث مغربي أصيل تراث مغربي أصيل ومن اللي إحنا يعني حلينا عينينا والدينا وهذا كان عرفوا هذه الأغنية علاش لا أغنية جميلة طربية كلامها نقي مغربي أصيل وكيتجاوب معها الجمهور علاش ما تغناش وكل شيء كيبغيها وكل شيء كيعرفها أكيد زينب بغيت يعني نتكلم معاك على يعني كان مشروع فني مع زوجك الفنان مصطفى الليموني في فرنسا تكلمي لنا عليه هذا يعني مشروع اللي كتقوم به الجمعية اللي أنا كنت رأسها هو أننا يعني الأغنية المغربية كنأديوها مع ناس اللي هما فرنسيين ومع ناس أمازيغيين اللي منهم الأستاذ دامو كنحييه من هذا المنبر اللي احنا كنشتغلوا على باش الأغنية المغربية يعني كتغنى في أوروبا وكيعزفوها معنا ناس أوروبيين وبطبيعة الحال لقات واحد النجاح وواحد الإقبال توفيق زينب نضال كنت عشتي تجربة التمثيل في 2006 فيلم قصير واش يعني غتبقى تجربة فريدة ولا بالعكس حمساتك لدخول هذا المجال بأعمال أخرى
هي كنت قدمت تجربة كما المعطيات اللي عندك تبارك الله عليك، تجربة فيلم قصير لوم كيكوغ، ومني مشيت لأمريكا قدمت كذلك تجربة في مسرحية اسمها المهاجر اللي كتعرف بالقضية الفلسطينية. فعندي هذا الاهتمام بالتمثيل وكنتمنى نزيد نشتغل فيه وناخذ تجربة أكثر بالإضافة إلى الغناء اللي هو الهواية ديالي الأولى واللي كيبقى العشق ديالي الأول. والدراسة من طبيعة الحال اللي هي في المرتبة الأولى. طيب غادي نتوجه الآن الفن تقناوي ونستقبلوا واحد من المعلمين الكبار، المعلم عبد الكبير مرشان. المعلم عبد الكبير مرشان من الأصوات المتميزة فن تقناويت، الله يعطيك الصحة ومرحبا بك معنا في سهرة نغنيوها مغربية. تحية مرة أخرى للفنان عبد الكبير مرشان. مرحبا، تفضل سي عبد الكبير. فن تقناويت ما شاء الله وصل للعالمية، احكي لنا كيفاش يعني كيكون التعاون مع الفنانين الأجانب، خصوصا فاش كتكونوا كتحضروا يعني الأغاني والأعمال اللي غتقدموا في المهرجان. السلام عليكم. تنشكر إذاعة توزيم على هذا اللقاء اللي لقاونا مع الجمهور، وكنسلم على الجمهور مجموع داخل الوطن. مرحبا. داخل الوطن وخارج الوطن. ولله تقناويت هاد الناس الأجنبيين كيجيو لعندنا وما كيجيو لعندنا، يعني كيجيو كنعملوا معهم تدريب، وتا هما كاينين الناس فنانة تيفهموا تقناويت. كنجي لهم واحد ثلاث ايام ديال التدريب وكنصيفطوا لهم دوك الطروحه اللي بغينا نلعبوا، كنصيفطوهم قبل في السيديه، هما يعني كيتدربوا عليها. ومن بعد كتحاولوا تمزجوا يعني ما بين تقناويت وشويه من داكشي ديالهم الغربي حتى هو، ولا لا كنلعبوا تقناويت ياك؟ هما كيتبعونا، هما كيتبعونا. تبارك الله عليك معلم عبد الكبير، حنا فرحانين بك، فرحانين بوجودك معنا في هذا السفر الفني اللي كانت ساروا فيه في أنغام البلاد. وغادي نتوجهوا الآن لعاصمة النخيل مراكش الحمراء وأغنية حميد الزهير أنا عندي ميعاد بأصوات نيدا الإيبورك ورشيد المريني.
اللي بعد هذا سر ما عرف حد خايف من الحسن اسمها من قول حد أنا عندي بعد هذا سر ما عرف حد خايف من الحسن اسمها من قول حد اسمها السعدية اسمها السعدية أنا عندي معاد عندي معاد عندي معاد عندي معاد هذا سر وما عرف حد أنا عندي معاد هذا سر وما عرف حد طيب الحسن اسمها من كل حد أنا عندي معاد هذا سر وما عرف حد طيب الحسن اسمها من كل اسم السعديه لا لا سعد اسم السعديه لا لا سعد انا عندي ميعاد عندي ميعاد عندي ميعاد عندي ميعاد هذا سر وما اعرفه قوم رجيه زور خايف من حسن اسمها من قول الحق ولا عندي ميعاد هذا سر ما عرف حد خايف من حسن اسمها السعدية لا 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 سعد اسمها السعدية لا 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 سعد أنا عندي ميعاد عندي ميعاد هو عنده ميعاد ميعاد هذا سر فيهم سيقا اسمعي يطمش يا بطمش ودقيقا قدي عالسون بينا واشتلك ما فيهم ديقا بطمع يا بطمش هادي بطمش ودقيقا قدي عالسون بينا واشتلك ما فيهم ديقا مهما الله مهما الله عيب الله مهما الله عيب الله لا 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 عيب الله بديهم تقا معايا مش هدي مش دقيقة هدي عهد سندينا وشتقيقة من هاكينا بدي ناس معايا مش هدي مش دقيقة ناس ما فيهم تقا هدي عهد سندينا أنا عندي ميعاد هذا سر ما عرف حد أنا عندي ميعاد هذا سر وما عرف حد خايف من الحساد اسمها من قول أنا عندي ميعاد هذا سر ما عرف خايف من الحساد من قول اسمها السعدية لا 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 سعد اسمها السعدية لا 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 سعد أنا عندي ميعاد عندي ميعاد شكرا